السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 9 من سلسلة تمارين دالة اللوغاريتم لبيريب. إذا التمرين عبارة عن معادلة. السؤال يقول حل في R المعادلة الالين كاري ديال القيمة المطلقة دي X ناقص الالين ديال X كاري ناقص 3 تساوي 0. إذا لتكون دي مجموعة تعريف معادلة، أول خطوة هي تحديد مجموعة التعريف. إذا دي تساوي X كتنتمي ل R بحيث، إذا بالنسبة للمجموعة التعريف كنعرفوا بأنه ملي كيكون عندنا الالين ديال واحد التعبير مربع أو الالين ديال القيمة المطلقة واحد التعبير، فمجموعة التعريف كتكون خاصها تحقق لنا الشرط ديال أن التعبير خصو يكون يخالف الصفر، لأن أصلا راه موجب، لأن يعني يوكاري راه كتكون أكبر أو يساوي الصفر، وكذلك ما بداخل القيمة المطلقة راه أكبر أو يساوي الصفر. إذا كيبقى لنا المشكل غير في الصفر، يعني خصو يكون يخالف الصفر، يعني إكس يخالف الصفر. إذا شنو كيعني هذا؟ كيعني بأنه حنا عندنا هنا القيمة المطلقة، إذا خصو يكون إكس تخالف الصفر، وكذلك عندنا إكس كاري، يعني عدد، يعني كيمكن لي نجمعهم في شرط واحد، يعني إكس تخالف الصفر. إذا مجموعة التعريف هي R نجمة، أو يمكن لي نعبر عليها بمجالات ناقص لا نهاية صفر اتحاد صفر زائد لا نهاية. إذا لتكن X من D لدينا، إذا المعادلة كيمكن لي نبسطها. إذا عندنا الالين كاري ديال X ناقص الالين ديال اكس كاري، اذا الالين ديال اكس كاري هي جوج الالين ديال اش ديال القيمه المطلقه ديال اكس، لان كنعرف بان الالين ديال اكس اس ار بشكل عام هي ار الالين ديال القيمه المطلقه ديال اكس. اذا هنا غتولي زائد، لانك عندنا ناقص مع اولا ناقص في هذيك مطرجات زائد، اذا ناقص 3 تساوي 0. إذا هنا غادي نديرو تغيير المتغير، إذا نضع تي تساوي الالين ديال القيمة المطلقة دي إكس، لأن كيبان لي بأن حنا عندنا هنا ممكن نكتب هادي بشكل عام الالين ديال القيمة المطلقة دي إكس لكل أس 2 ناقص جوج الالين إكس ناقص 3. إذا المعادلة تصبح على هذا الشكل، تي مربع ناقص جوج تي ناقص 3 تساوي صفر. إذا المعادلة من الدرجة الثانية، إذا كندير دلتا باش نحدد الحلول. إذا دلتا هي بي أو كاري، إذا جوج أس 2 هي 4 ناقص 4 مضروبة في ناقص 3، إذا 4 ناقص في ناقص هي زائد، إذا 4 في 3 هي 12، إذا 4 زائد 12 تساوي 16، يعني دلتا كتساوي لنا 16، أي جذر دلتا كتساوي 4. إذا المعادلة تقبل حلين، تي تساوي إذا ناقص بي، يعني ناقص ناقص جوج هي جوج، ناقص جذر دلتا أي 4 على جوج، أو تي تساوي جوج زائد 4 على جوج. إذا جوج ناقص 4 هي ناقص جوج، ناقص جوج على جوج هي ناقص 1، أو تي تساوي جوج زائد 4 6 على جوج 3. إذا المعادلة تقبل حلين، وبالتالي الالين ديال القيمة المطلقة دي إكس كيساوي لنا ناقص 1، أو الالين ديال القيمة المطلقة دي إكس كتساوي 3، لأن دائما حنا كنرجعو نقلبو على إكس. إذا شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن الالين ديال القيمة المطلقة دي إكس كيساوي إذا ناقص 1 هي الالين ديال او اس ناقص 1، أو الالين ديال القيمة المطلقة دي إكس كيساوي لنا الالين ديال او اس 3. إذا القيمة المطلقة دي إكس كتساوي لنا او اس ناقص 1، او اس ناقص 1 راه هي 1 على او، إذا 1 على او، أو القيمة المطلقة دي إكس كتساوي لنا او اس 3. إذا ملي كتكون عندنا القيمة المطلقة ديال إكس كتساوي لنا واحد العدد،
فالقيمة المعتقد x كنعرفوها راه ممكن تساوي لنا x او تساوي ناقص x، وبالتالي ف x تساوي اما 1 على e او x تساوي ناقص 1 على e، يعني في هذه الحالة هذه، او في هذه الحالة x تساوي ناقص e اس 3 او x تساوي e اس 3. اذا اربعه ديال الحلول، وهاد الحلول كاملين كينتميو لار ايطوال لانهم كيخلفوا الصفر، وبالتالي ف اس تساوي اذا قلنا 1 على او ناقص 1 على او ناقص او اس 3 او اس 3.